التهور دي بتيجي في أذهان الناس إن ده حد شجاع، إن ده حد عنده مقدام، إن ده حد مقدام يعني. وده طبعا يعني الكونسبت مش صح. في فرق كبير قوي ما بين التهور والشجاعة، زي ما في فرق ما بين التأني والجبن، ودول أربع مصطلحات هنقوم عليهم الحلقة عشان الناس بس تبقى فاهمة إحنا بنتكلم عن إيه. الشخص الشجاع ده بيخطط لحاجة معينة قبل ما يعملها، ولما بيعملها بشجاعة. إذا أنا قبل ما باخد الديسيجن اللي هو القرار أنا بكون فكرت كويس، وبعدين لما باخد الأكشن بعمله من غير خسائر لا ليا ولا اللي حواليا. أوكي، ده الشجاع. الشخص المتأني ده مش معناه إن هو جبان، مش معناه إن هو عكس المتهور. التردد هنا زاد شوية، بنسميها شيء من الأنكزايتي اللي هو عنده شوية قلق. لو زاد أكتر بيبقى أوبسيشن، يعني بيبقى شخص موسوس ما يقدرش إن هو ياخد قرار بسهولة. طيب المتهور في علم النفس بنسميه ايه؟ بنسميه امبالسيف. الامبالسيفيتي او الاندفاعيه دي بتكون ريليتد بكذا ديس اوردر، يعني مرتبطه بكذا اضطراب. لو زادت كده وبقت طول الوقت في اغلب المواقف من غير تقدير لان انا ممكن التصرف بتاعي ده هينجم عنه ايه، ده يعتبر اضطراب الشخصيه. طيب لذلك في اضطراب بيسميه فقدان القدره على التحكم. يعني ايه؟ يعني واحد لما ينفعل هو هادي ولطيف وكلام حلو قوي، دخليه بقى في نقاش تسمعي ما لذ وطاب، حد تلاقيه دقن قد كده وراجل مصلي ومحترم يختلف مع حد، تلاقي حاجة تانية بقى خالص، النسر طار وبقى بيتكلم بشكل مختلف. اوكي، الامبالسيفيتي هنا نوع من انواع اضطرابات الشخصية لو دخلت في الكريتيريا دي اللي هي فقدان القدرة على التحكم. بس مش كل المندفعين، احنا بقى مش هنسميهم متهورين، نسميهم ايه؟ مندفعين. الاندفاع دي بتيجي من ايه؟ ممكن تكون ريليتد بنمط من انماط الشخصيه، ان هو مثلا امبالسيف سايكوباس، يعني هو سايكوباتي مندفع، هو اصلا في طبعه اجريسيف وعنيف وغلاط يعني بيحاول يخوف الناس اللي حواليه ويهددهم ويحاول ان هو يرهبهم. في عندنا النوع الثاني الامبالسيف الهستيريونيك اللي هو مندفع عشان هو شوي. يعني المدير جه الصبح فاحنا بنعرف منين؟ لما بيزعق في الكوليدور. المدير النهارده اتاخر في المكتب فاحنا بنعرف منين؟ كان بيزعق لحد من الموظفين. هو بيحب يظهر بهذا المظهر، فمش بيلاقي، يعني في صعوبه انك تظهري بحاجه بوزيتيف لان الناس عاده ما بتستحسنش او ما بتتكلمش عن الحاجات الايجابيه، عاده بيتكلموا عن السلبيات اكتر. صحيح. فلما يكون عايز يظهر اسرع يتكلم عن الوحش او يعمل الوحش فيظهر اسرع. النوع الثالث وده اختارهم في رايي هو الامبالسيف الحمول، اللي هو حد كان اندر ستريس وقت طويل وفضل تحت هذا الضغط الى انه اصبح غير متحمل مزيد من الضغوط. حتى في علم النفس الإجرامي احنا لما بنيجي نحلل مثلا قضية معينة او نفحص متهم معين، في بعض الناس منهم بيقع في جريمة معينة، يعني يقدم على فعل إجرامي من النوع الثالث ده. وده اللي بنسميه المجرم العرضي، اللي هو مجرم بالصدفة. ان ممكن في وقت من الاوقات من كتر ما هو متحامل جدا على نفسه، يعني يقولك مثلا زوجة تذبح زوجها ومش عارف تتخلص منه ازاي. وخدي بالك ان الستات لما بتقدم يعني الاندفاعيه بتاعتهم بتكون اضعاف الرجال. ليه؟ لانها حموله اكتر، عشان استحملت اكتر، شالت كتير، بتبقى حموله اكتر. طبيعه الست انها ممكن تخزن اكتر، تتحامل على نفسها اكتر. الاندفاعيه ان انا بستجيب بشكل مباشر للافكار التلقائيه السلبيه من عقل الباطن. ببساطه شديده احنا طول يومنا حتى لما بننام في كم من الاوتوماتيك ثوتس بيتكرر بشكل آلي لا ارادي لا شعوري من عقلنا. احنا اما نستجيب لده او ما نستجبش. التحرش اللي بيحصل في الشارع اندفاعيه، ده شيء من الامبالسيفيتي، ده مش تلبيه ابدا لرغبه جنسيه، لان هو لما خبط واحده وجري هو ما حصلش على شيء من اللذه. الامبالسيفيتي بتظهر في ده. السرقه احيانا بتكون شيء بالاندفاعيه، ان تلاقي طفل هو مش محتاج، بابا داخل الماركت عشان يشتري له حاجه فياخد حاجه من غير ما حد ياخد باله، دي امبالسيفيتي. ابسط تعريف للاندفاعيه من وجهه نظري هو الاستجابه التلقائيه لبعض الافكار السلبيه اللي جايه من العقل الباطن. للاسف العقل الباطن زي ما حضرتك عارفه وزي ما اتكلمنا قبل كده في حلقات سابقه
ما بيديناش كم من الأفكار الإيجابية إطلاقا، ولكن هو محمل بكم من السلبيات يمدنا بيه على مدار اليوم حتى وقت النوم. ليه أغلب المشاكل الزوجية بتحصل في نهاية اليوم لما يروحوا يناموا أو في أول يوم أول ما يصحوا؟ يعني تلاقي كل الناس جاية الشغل وهي مبوزة الصبح. ليه أنتوا بتعملوا كده؟ لأن اتخنقنا الصبح. إيه ده؟ كده؟ عريق أول ما صحيته كده دبيته خنقة. الامبالسيفيتي بتيجي منين؟ ان هو بيبقى قايم في كم من الافكار السلبيه متدفق في ذهنه حتى هو نايم. فاول ما بيصحى ما بيعملش عمليه الفحص العقلي. يعني ايه فحص العقلي؟ ان هو لا يفلتر هذه الافكار. لو سال نفسه سؤال واحد بس في منتهى البساطه، ايه جدوى هذه الافكار او ايه عقلانيتها، مش هيقدر ان هو يستجيب ليها بهذه السرعه. زي ما قلنا ان الاندفاعيه هي استجابه سريعه ومباشره لافكار تلقائيه، في الغالب هي افكار سلبيه. خد بالك في اندفاعيه في الخير، واقف في مكان فظهر عليه حد لو سمحت انا مش معايا فلوس وانا من بلد تانية وعايز ان انا اسافر، يروح مدينه نص الفلوس اللي معاه. تاني يوم هو واقف في نفس المكان يقابل نفس الشخص، بنلاقي شخصيات كده فيقول له ايه ده انا قابلتك امبارح. هو هنا كان في امبالسيفيتي، طب اما انا ممكن اتصرف هنا ازاي؟ عكس الاندفاعيه هنا التاني. حضرتك عايز تروح فين؟ انا عايز اركب العربيه اللي بتروح اسكندريه. طب تعالى حضرتك اركب العربيه وانا ادفع للراجل، اتفضل الفلوس ولو سمحت ما تاخدش منه لما يركب. هل الكالتشر المعينه بتطفي سمات معينه ممكن من ضمنها الامبالسيفيتي؟ احنا يمكن قبل الهوا كنت بكلم حضرتك عن المؤتمر العالمي للصحه النفسيه اللي انعقد في ابو ظبي، وكنت عامل هناك تكنيك لطيف كده من العلاجات عن ان انا ازاي اعدل طريقه تفكيري واتحكم في انفعالاتي، اسمه سي اي تي او الكوجنيتيف ايموشنال ثيرابي، وده بدون ادويه تماما. يعني بتقدري ان انت تتحكمي في كافه الافكار اللي بتسبب بقى بعد كده الاكتئاب والوساوس والقلق وكافه المشاكل السلوكيه زي الاندفاعيه بدون ادويه او عقاقير طبيه. وبيبقى مجموعه جلسات كده بسيطه. يعني الشاهد ان كان قدامي مجموعه من الثقافات مختلفه، يعني في منهم عرب في منهم اجانب في منهم مصريين وخليجيين وغيره. يعني تلاحظ بقى حاجه لطيفه قوي، ان الاكثر اقداما في ان هو يبقى اكتف في المحاضره هم اللي من دول اكثر تعرض لدرجات حراره اعلى. زي هنا في مصر المشاكل بتاعه الثأر بتيجي منين؟ في الصعيد، في الجنوب اللي فيه درجه حراره اعلى. يعني درجه الحراره العاليه دي بتخلق نوع من الاسلوب الحياه اللي بيبقى مختلف شويه وفي حميه. تمام. لذلك كل الابحاث الانسانيه اللي اتعملت دلوقتي بتاخد المتغير الفيزيقي ده من ضمن المتغيرات الديموغرافيه لانشاء بحث معين. بتبقى ردود انفعالاتها اكثر هدوءا، بتبقى اقدامها اقل على المشاركه، بيبقى عندهم شيء من بتحوله لكلوزد، مش كوميونيتيز بقى، كلوزد فاميليز، يعني بتبقى اسر كده منغلقه على نفسها. تمام. الامبالسيفيتي هنا بتتحول لاسلوب حياه امتى؟ لما يبقى ما فيش وعي كافي. يعني ايه الزحمه اللي هناك دي؟ ده بيفكوا قنبله لقوها في المكان الفلاني. طب تعالى نتفرج. نتفرج ايه حضرتك؟ يعني قنبله ممكن تنفجر وتلاقي الناس واقفه تتصور بالتليفون. هو هنا لان مفيش وعي كافي بان دي حاجه ممكن تضره، فبتخيل ان دي شجاعه. وده الخلط اللي اتكلمنا عنه في اول الحلقه. يعني لما تبص في اشارات المرور، ولما حد يخترق اشاره، وفي الميادين العامه، والاندفاعيه وانا لازم اطلع الاول، واسلوب السواقه عاده، قدامك حل امثل. اما انك تطبقي المساله بمنتهى الصرامه، وهنا بيبقى في ضحايا كتير جدا لهذا الامر، او انك تطبقيه بوعي اكبر. صحيح. وكل المجتمعات اذا ما زاد الوعي النفسي فيها زادت المرونه النفسيه عند شعوبها.